السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسين. هذه راه رافعة ليبر 100 طن. نوريكم هذه الأزرار، راني وريتكم من قبل باش تعرفوا بلي راهم هما والأصغر منها نفس الشيء. راه الضو هنا، نقصكم في الضو هنا باش تلاحظوا مليح. نبدأ لكم بهذا اللي منا الفوق، هذا راكم تشوفوا فيه، يمكن الصورة غير واضحة، غطاء اللي كاين الصوره تولي واضحه شويه ان شاء الله. هذا راه يبان هنا، هاو يبان، راكم تشوفوا فيه، هذا راه تاع مسخن مساعد ثاني. هذه راه ما فيهاش مسخن مساعد ثاني، ما فيهاش. هذه تاع العجله الاماميه، هذه العجله الاماميه تولي خضراء، هذه تاع نسبه الوقود، وهذه تاع فلتر الهواء، وهذا تاع مسخن مساعد بدء الدوران. هذا المحور الاوسط، وهذا المحور الخلفي، هذه فيها اربع عجلات، كل فيها ثلاثه، كل فيها تقريبا كاع نفس الشيء. هذه تاع تحديد السرعه، عندما تحدد السرعه يبقى ثابت. وهذه تاع كوبلومود فيتاس، عندما تجعل الحركه فيتاس. مثلا الان اجعل هاي وين حركه، شوفوا وين يشتي. عندما اجعل نقطه ميته ينطفئ. هذه تاع علبه السرعه، هذو راه كاع ما فيهمش. هذا الضوء العالي، وهذا الكود، كود الفار، الضوء العالي، الضوء الخافت. هذا الضوء تاع الخلف تاع المشارير من المفروض، على ما اعتقد، لست متاكد. هذا الاضواء الكاشفه الاماميه والخلفيه، وهذا رارونتيسور، وهذا مكبح الهواء، وهذا كذلك رارونتيسور. راه هذا تاع ما لا نهايه، معناته هذا تشغله مطول ما يتوقفش، وهذا توقف على حسب الرمز. هذا تاع ما لا نهايه، وهذا مشكل في لي بلاكيت دو فران مكبح، وهذا مشكل في بلاكيت دو فران تاع هذوك اللي جايين خشان هاك نقصوا. هذا غماز يمين ويسار، هذا غماز يمين ويسار تاع المقطوره، كاين رافعات تاتي فيهم مقطوره من الخلف. هذا مثلث التحذير تاع اربعه مع بعض، وهذا الاضواء الكاشف. هنايا علبه السرعه، درجه الحراره تاع علبه السرعه، هذه نسبة الوقود، راه الآن فقط دليل الوقود، وهذه درجة حرارة المحرك، وهذه ضغط الهواء، واحد بار، اثنين بار، هاي الآن اثنين بار. كان نضغط دوست الوقود صح ثلاثة بار، ها نشوف تطلع بالعشرة، واحد بار، اثنين بار، صفر له بالواحد بار، اثنين بار، حتى العشرة بار. وهذه بالنسبة للمئوية، هاي يعني راه 100%، إذا كانت في خط واحد معناتها راه 10%. وهذه كذلك 80 درجة حتى 120 درجة، هذه لست متأكد، حتى تصل هنا الاحمر مهم تولي خطر. هنا راه في 80 درجه، ممكن راه في 70 ولا في 60، لست متاكد. هذه تاع البطاريات راه تشارجي جيد. هذه تاع عندما تحدد السرعه، مثال قلت 80 وجعلتها اوكي، تبقى مسجله على 80. وهذه بين اوتوماتيكي واليدوي، ها شوف هذه، ها هي وين اوتوماتيكي، وهذه ها يدوي، فهمتوا؟ راني نغير فيه، راني كنت نمس هنايا بين هذا، فهمتوا؟ هذه قارة الهواء الأولى والثانية والثالثة، ممتلئين تقريبا 9 بار، وهذه هاي 8 بار، وهذه تاع المكبح. كل ما تضغط على المكبح قوة الضغط على الرجل يصعد، فهمتوا؟ السلام عليكم ورحمة الله، ما شاء الله راهي رافعة جديدة، دعوة الخير، والسلام عليكم.